بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، أبناء طلاب الصف الثالث المتوسط، أهلا ومرحبا بكم ومع تفسير سورة الكهف من الآية السادسة إلى الآية الثانية عشر. نستمع أولا إلى الآيات. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية قومه، شديد الأسى والحزن على عدم إيمانهم بالله تعالى وتكذيبهم له. ولذلك حزن لما تأخر نزول الوحي بخبر أصحاب الكهف الذي سأله عنه المشركون، فأنزل الله تعالى عليه الآيات الآتية بذكر قصة أهل الكهف ونهيه عن إهلاك نفسه حزنا على عدم إيمان من لم يؤمن منهم. ولذلك كانت هذه الآيات معاني الكلمات: فلعلك باخع، باخع نفسك بمعنى مهلك. الكهف وهو الغار في الجبل. الرقيم اسم الوادي أو الجبل الذي فيه الكهف، وقيل هو لوح من حجارة كتبوا فيه قصة أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف. فلعلك باخع نفسك أي مهلك نفسك على آثارهم، أي على أثر توليهم وأعراضهم عنك. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، يعني إن لم يؤمنوا بهذا القرآن الكريم، فلا تحزن عليهم أو لا تحزن على كفرهم. يبقى هنا يا شباب فائدة، وهي النهي عن الأسف والحزن على عدم إيمان من لم يؤمن من الكفار بعد القيام بما أوجب الله تعالى من تبليغ الدعوة وإقامة الحجة، وكما كان من الرسل جميعا. إنا جعلنا مع أرض زينة لها، أي هذه الزينة في الحياة لنختبرهم، لبعضهم هيئوا للاختبار لنبلوهم أيهم أحسن، أي أيهم أخلص وأصوب في العمل. وإنا لجاعلون، أي لمصورون كل ما على الأرض ترابا لا ينتفع به على الإطلاق. والمعنى أن ما على الأرض فان وبائد، والمرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تأس ولا يحزن كما تسمع وترى منهم. من فوائد الآيات يا أبطال بيان الحكمة من خلق الأرض وما عليها، وهي الابتلاء والامتحان. أيضا التذكير بما يقول إليه حال الدنيا من الفناء ورجوع الخلق إلى الله تعالى للحساب والجزاء. أم حسبت، وهو خطاب موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم، أن أصحاب الكهف بمعنى أي كانوا من آياتنا ما هو أعجب من ذلك، يعني بالفعل محمد، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك، فلا يغرنك من أمر هؤلاء شيء. فإذا من هذه الآية أبطال لفت الأنظار إلى أن في هذا الكون من آيات الله العجيبة غير قصة أصحاب الكهف الكثير والكثير. أيضا هناك ما يدعو إلى التفكر فيها والاستدلال بها على الخالق سبحانه وتعالى. طبعا هناك يعدد بعض الآيات الدالة على عجيب قدرة الله تعالى. هذا مثال أبطال قصة موسى عليه السلام وما فيها من نجاته من القتل في طبعا في صغره، وتربيته في كنف أو في آل فرعون، ثم فاره إلى مدين بعد ذلك، وقصة شق البحر له ونجاة بني إسرائيل، وقصة أيضا كلام النبي لسليمان عليه السلام، وكذلك الردود. كل هذه آيات ودلائل بتبرهن بل وتؤكد على قدرة الله سبحانه وتعالى. إذ أول فتية إلى الكهف، بمعنى إذ هب لنا يعني أي ربنا، ركزوا مع شباب. إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا، ماذا قالوا؟ ربنا آتنا من لدنك، بمعنى هب لنا من لدنك رحمة ترحمنا بها وتسرنا بها في الدنيا والآخرة. أيضا ويسر لنا واجعل لنا أمرا نقول له هذا سدادا وصوابا. من فوائد هذه الآية أبطال بيان صفة من صفات أهل الإيمان
وهي التضرع الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء دائما. يعني لابد الانسان يدعو الله سبحانه وتعالى ويلجأ الى الله سبحانه وتعالى في كل كبيره وصغيره، فالله سبحانه وتعالى قادر بالفعل عن ان يفرج عنه ما هو فيه. بالتعاون مع زملائك في المجموع عدد خمسه من صفات اهل الايمان. ما هي صفات اهل الايمان يا ابطال؟ احسنتم. اولا انهم مطيعين لله عز وجل ومهتدون ويزدادون هدى على هداهم. ايضا هم متضرعون الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. اشداء على الكفار رحماء بينهم، مخلصون في عملهم لله سبحانه وتعالى وحده. فضربنا على اذانهم في الكاف، اي القينا عليهم النوم حين دخلوا الى كافهم هذا فناموا سنين حوالي 300 سنه وتسع. ثم بعثناهم بعد ذلك اي من مقادم هذا لنعلم اي الفريقين المختلفين فيهم كم لبثوا اي عدد. هنا بيان عظيم قدره الله سبحانه وتعالى في القاء النوم على اهل الكهف هذه السنين الطويله دون ان يتغير فيهم شيء، فالاعين مفتحه والاجسام كما هي، هذا يدل على شيء فيدل على عظيم قدره الله سبحانه وتعالى في احياء الموتى. ايضا يا ابطال القى الله على اهل الكهف النوم او النوم بصفه عامه، القى عليهم النوم كما كنا لبثوا نائمين لمدة 3 قرون و9 سنوات، وعند استيقاظهم لم يشعروا بتعب أو أي ألم، إنما ظنوا أنهم ناموا يوما أو بعض يوم. الله سبحانه وتعالى قلبهم كي لا تيأس مفاصلهم ذات اليمين وذات الشمال، وأجهزتهم كأنها كانت تعمل كليا حتى لا يتغير في أنظمة عملها شيء. يبقى أجهزتهم كانت تتقلب أيضا معهم كما كانت حتى لا يتغير في أنظمة أو في أنظمة عملها أي شيء، وهذا من بديع خلق الله سبحانه وتعالى. فلا ننسى ان النوم هو اخو الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يستطيع احياء الميت هو الذي يحيي النائم من نومه. ننتقل الى التقويم. بين معاني الكلمات الاتيه: باخع نفسك. ما معنى باخع؟ احسنتم، باخع يعني مهلك. معنى كلمه اسف، اسف واسف على يوسف، احسنتم، يعني حزن، انا اسف معنى حزن. لنبلوهم، احسنتم، لنختبرهم او نختبره هنا. فالكاف هو الغار في الجبل، اما الرقيم هو اسم الوادي او الجبل الذي فيه الكاف، احسنتم. السؤال الثاني: في الايات ذكر الحكمه من خلق الارض وما عليها، ما هذه الحكمه؟ انا جعلنا، هنا شبه الحكمه، انا جعلنا ما على الارض زينه لها، لماذا؟ لنبلوهم ايهم احسن عملا. يبقى الحكمة من خلق الأرض يا أبطال هي الابتلاء والاختبار. نحن جميعا الآن في ابتلاء من الله سبحانه، في اختبار من الله سبحانه وتعالى، وفي النهاية يفوز من يفوز ويربح من يربح ويخسر من يخسر. السؤال الثالث: استخرج فائدة من قوله تعالى: فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. المؤمنون دائما يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى، يلجؤون إلى الله، يطلبون منه الهدى والرحمه، وكذلك كانوا وما زالوا. هو سبيل المؤمنين اللجوء والتضرع الى الله سبحانه وتعالى، يطلبون منه الهدى والرحمه. السؤال الرابع والابطال الاخير: بين معنى قوله تعالى: فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا. فضربنا، احسنتم، يعني القى الله عليهم النوم عددا من السنين، احسنتم يا ابطال. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.